يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقة أكيد مهمة جدا، هيكون عندنا العديد من الأخبار وعناوين الأخبار بالتحديد اللي بتخص النادي الأهلي وكل كمان ما يخص الساحة الرياضية المصرية بشكل عام، وفقراتنا المعتادة من حلقة كلام في الميديا النهاردة. لكن أكيد في حالة من الزعل عند جمهور النادي الأهلي بعد الهزيمة بالأمس أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 1-0، جون جه في الدقيقة 84. ما كناش نتمنى إطلاقا أن النادي الأهلي يتعرض للهزيمة خلال هذه المباراة، وخصوصا أن المنافسة بقت على أشدها في هذه المجموعة، المجموعة الرابعة ودور ال 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وجمهوره بكل تأكيد، واللي متشوق جدا للفوز بهذا اللقب الغالي. لكن أكيد كنا نتمنى النادي الأهلي على أقل تقدير أنه يخرج متعادل في هذه المباراة، كانت الأمور هتبقى أفضل نسبيا في المنافسة على البطولة أو على هذه المجموعة وطاقتي التأهل للدور المقبل وتحديد دور الثمانية. لكن بشكل عام لسه الفرصة في إيدينا، يعني نكسب إن شاء الله بإذن الله مباراة شبيبة الثورة يوم السبت القادم تحت المركز الأول في المجموعة، تصعد كأول عن هذه المجموعة دون النظر لأي نتائج أخرى من خلال بالتحديد مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني اللي هتقام في تنزانيا في نفس التوقيت، هيكون في تمام الساعة 6 مساء، المباراتين في نفس التوقيت، ومباراة الأهلي هتكون في استاد برج العرب. مهم جدا أن يكون في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين على كيفية الفوز بهذه المباراة. بالمناسبة امبارح النادي الأهلي، لو قارنا مباراة الأهلي وفيتا كلوب ومباراة الأهلي مع سيمبا وشبيبة الثورة خارج الأراضي المصرية، أعتقد امبارح الأهلي كان أفضل نسبيا، وصلنا للجون أكثر من مرة لكن ما كانش فيه توفيق. وأعتقد أن هنا ناقص لعيبة النادي الأهلي الثقة بس في إحراز الأهداف خارج ملعبك، لازم يكون عندك الثقة واليقين أن أنت تقدر أن أنت تنتصر خارج ملعبك. النادي الأهلي ياما كان بيكسب مباريات صعبة جدا في ملاعب أكثر صعوبة من الملعب بتاع الأمس، كمان ملعب ترتان شفنا الكرة بتجري إزاي من الجيل كمان القديم، يعني مش الجيل الحديث اللي في الترتان اللي ممكن يكون قريب نوعا ما يعني من النجيل الطبيعي. فبالتالي ده أكيد كان عائق بجانب عائق المناخ بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة الأمس، لكن كلها مش أعذار، كان في إيدنا أن احنا نقدر نفوز في هذه المباراة من خلال أكثر من كرة للأسف ما وفقش فيها لاعبي النادي الأهلي. لكن بشكل عام زي ما قلت لحضراتكم بإذن الله بإذن الله النادي الأهلي ينتصر هنا في مصر على فريق شبيبة الثورة الجزائري في مباراة هتكون صعبة جدا، يعني مباراة هتكون مش سهلة إطلاقا، خصوصا مباراة شمال أفريقيا بتبقى مباراة صعبة، عارفين طريق تضييع الوقت عند الفرق في دول شمال أفريقيا وتحديد في الجزائر. فريق شبيبة الثورة يعني أصبح دلوقتي متصدر المجموعة بعد ما كان من ضمن المرشحين او اقرب المرشحين للخروج من البطوله مبكرا، دلوقتي بقى خلاص مرشح قوي للصعود للادوار المقبله، عنده 8 نقاط، انت 7 نقاط، وفيتا كلوب كمان 7 نقاط بعد ما كسبوك امبارح، وكمان سيمبا التنزاني عنده 6 نقاط، فبالتالي الفرص كلها قائمه بالنسبه لكل الفرق في هذه المجموعه. كل الدعم ان شاء الله للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه، وان شاء الله خلال الاسبوع ده بالتحديد يقدر الفريق يستعد بشكل قوي جدا للفوز على فريق شبيبة الثورة الجزائرية ومن ثم الصعود لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الهامه جدا. طبعا كان في عوامل كتير